جائزة خاصة في مجال الغناء، المطرب سيف مجدي. مساء الخير. طبعا انا مبسوط جدا جدا بوجودي النهارده، وبشكر كل القائمين على الحفل، بشكر الاستاذ احمد الهواري، وبجد بجد اتمنى ابقى موجود معاكم كل سنه. والجائزه دي بهديها لاخويا وحبيب قلبي سلطان الشن، اكتر واحد واقف في ظهري واكتر واحد بيدعمني. يا رب يا حبيب قلبي، يا رب يا حبيب قلبي، نفضل مع بعض على طول. شكرا.